بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس أقيم في كنيسة السلزيان ببيت لحم قداس احتفالي بمشاركة الأباء السلزيان وجمع كبير من المؤمنين والقيادات المدنية والكشفية، كما أقيمت دورة احتفالية بالقربان الأقدس في شوارع بيت لحم داعين فيها لأن يحل السلام والمحبة في غزة وربوع فلسطين. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. هو شهر حزيران المخصص لعبادة قلب يسوع الأقدس، فبأجواء من الخشوع والإيمان ترأس النائب البطريركي لبطريركية القدس للاتين المطران ويليام الشوملي القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة عيد قلب يسوع الأقدس في كنيسة السلزيان بمشاركة المطران بولس مرقدسو ورئيس دير السلزيان الأب لورنس جوتو وحشد كبير من الكهنة. امتلأت مقاعد الكنيسة بالراهبات والمدعوين ورئيس البلدية الأستاذ أنطون سلمان ونائبه حنا حننية ومدير بلدية بيت لحم الأستاذ أنطون مرقص ورؤساء وممثلي الكنائس والجمعيات والمؤسسات والمؤمنين وعضو اللجنة التنفيذية لجمعية الكشافة والمرشدات الفلسطيني القائد خليل فرهود وقادة المجموعات الكشفية والأفراد. في البداية إحنا بشفاعة قلب يسوع الأقدس بنتمنى وبنرفع الصلاة إنه ربنا يزيل هالغيمة وتنتهي الحرب على بلادنا ونرجع نعيش بسلام ترجع الحياة لطبيعتها. الدورة اليوم طبعا ما كانتش بظروف طبيعية، كانت بظروف استثنائية رفعنا فيها ومشينا فيها بالقربان الأقدس في شوارع بيت لحم، رافعين الدعاء زي ما حكينا لربنا عشان يحل السلام في بلادنا، باسم مجموعة كشافة مرشدات السلزان السادسة، باسم الخوارنة، باسم فعاليات الدير. بنحب نشكر سيادة المطران ويليام الشوملي اللي كل سنة بيشاركنا في هاي الدورة وبترأس القداس الاحتفالي. بنحب نشكر كل الكهنة اللي كانوا معانا في الثلاثية التحضيرية. بنحب نشكر كل رؤساء البلديات اللي كانوا معانا واللي دائما بيكونوا معانا، كل ضيوف الأعضاء الجمعيات الفعاليات الرسمية والشعبية في مدينة بيت لحم. أكيد بنشكر جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية ممثلة بالقائد خليل فرهود عضو المكتب التنفيذي وقادة المجموعات الكشفية الفلسطينية والأفراد اللي كانوا معانا في هذا اليوم، وأكيد بنشكر كل أبناء الرعية وأبناء الطائفة اللي كانوا معانا، واكيد بفوتناش انه نشكر قناه نورسات على وجودها الدائم في كل فعالياتنا في دير السلزيان في بيت لحم. اهلا وسهلا فيكم وان شاء الله ربنا بجيب السلام لهاي البلد وبتنتهي الحرب ويعطيكم الف عافيه وكل عام والجميع بألف خير. وفي كلمات المطران الشوملي تطرق الى كلمات الانجيل المقدس والعيش بعمق بتعاليم المسيح، وقدمت الصلاة لأجل إنهاء الحرب في غزة. في رسالة لهذا العيد أن كل خطيئة ترتكب بحق إنسان أو شعب هي طعنة في جنب المسيح، المسيح طعن على الصليب وسال من جنبه ومن ذنبه دم وماء. كل خطيئة سواء كانت منيمة سواء كانت افتراض طمع غش كذب كبرياء أنانية، كل أنواع الخطايا بكل مسمياتنا هي طعنات في جنب النساء. تخلل القداسة معزوفات دينية أدتها فرقة كشافة السلزيان السادسة وترتيل لجوقة المجموعة والتي نالت إعجاب المؤمنين. وبعد القداس ابتدأت مسيرة قلب يسوع الأقدس السنوية لتجوب شوارع بيت لحم مروراً بشارع بولس السادس، حيث قرعت أجراس الكنائس عند وصول المسيرة إجلالاً واحتراماً للقربان المقدس الذي حمل تحت المظلة من قبل المطران الشوملي وصولاً لساحة باب الدير ومن ثم لمذبح كنيسة القديسة كاترينا حيث أقيمت صلاة هناك. ثم واصلت المسيرة سيرها لتعود أدراجها لكنيسة قلب يسوع الأقدس وأعطيت البركة لجميع الحضور. يوم احتفلنا بعيد قلب يسوع الأقدس بيادي تطواف في مدينة بيت لحم مع القربان، طبعا كان الاشتراك
جمهور كثير من منطقة بيت لحم، وهذا بيشجعنا نكمل هذا الشهادة، شهادة الإيمان قدام الجميع. طبعا السنة أدي تطواف له معنى خاص بالنسبة لنا، لأنه إحنا عايشين في أوقات كثير صعبة، ونطلب من ربنا يساعدنا كان أسر كثير في هذا البلد كمان عن جد. أول شيء السلام، لكن قبل السلام العدل، لأنه إحنا بحاجة إنه العدل يكون موجود قبل السلام. وشكرا. وبعدها قدمت التهاني للأسرة السالسية في قاعة مدرسة السلزيان. فيا قلب يسوع الوديع والمتواضع القلب، اجعل قلبنا مثل قلبك. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة السلزيان بيت لحم.